نعم يا سيدي، انا جيت من المانيا، جوز سارة عرضوا عليا بلاد تشريها، تعطي بلادك وتعطي بلاد. المدرسة سميتها راس الماء جا فيها عندي خمسة دكتورات ديال البلاد جا هذاك، وعندي 449 متر محفظة. كنت غندي في الراحة ملي لقيت ما كاينش اللي غيطحنو اللي دا خاوية، ملي جا المنصوري داها لي وعطاني البلاد اللي ما كايناش كاع، ملي داها لي ب 30 مليون، ملي بحاول واحد اخر ب 20 مليون، اللي نمناش البلاد ما عندوش في الصقار. صعب نصبوا عليا داو الرزق كله وبقيت حاضر ما درت هالوزن الوزن الاول في الوكيل المالي على المحكمة الجنائية، المحكمة الجنائية الوكيل الملك، وكيل الملك كوشب القنصلية، عندي رجل ودم تاعو دوزنا بقيت والو عييت منش وخلي التحقيق عليه الشهور عطاني بلادي. داك ما باش خدتي بلادي جيت خدي التحقيق ما ظهرش، وكيل المحامي تاعي ما جاش، لقيت تحقيق ما جاش واحد اخر، وبقيت حاضر المحامي تاعي ماك ما جيتش عليه الحل، وزاد عليه الحل قال كنت مريض، قلت له كنت مريض كان معاويل تاعك ولا دخلت الشهادة بين أمرين، وتأخر الدعوة ما قال كلها قد مرض تنا مرض وأخاتي هنا كنت دور واحد آخر اللي بقاو كيديوني هاد 10 أيام 12 يوم التالي دوزوها للنساء دور معاهم وتقلب لي هو ولا دوزوها. ملي دوزوها للجزائر قلت الوكيل الملك وزير فيصل قلت له هادشي اللي كديرو ماشي معقول، كل خطادو ياخروا اخروا شنو السبب باش ياخروا؟ خديو مع سي عفيف ورفقي نجي بحالي، عنده ولادي في المانيا، عندي 48 عام دابا في المانيا، وقلت خليه جلس كنطلب والله دابا ما لقيت باش نشري دخان باش ناكل ونشرب باش ندير حتى شي حاجه، بغيت حاصل المسؤولة الفلانية، المحامي يكلوني، ما خلى لي ما كلاني، ما لقيت ما نعمل، الدواء تقضى ليا، فيا مرض السكر، فيا كل شيء تجمع ليا، بقيت حاصل، أنا نزوج فيكم، الحكومة المغرب، محمد السادس، إلى ذاكم الله، كل مسكين تاع يمشي بحالي، كل مسكين تاع